رئيس مجلس النواب السابق أنا أسميه، باعتبار أنه اليوم لو كان يعني يتحدث بصفة رئيس مجلس النواب حالي هذا طبعا راح يتبوب على انتحال الصفة. فلا يجوز هذا يعني التسميات. شنو تقصد لا يجوز التسميات؟ يعني ما يصير المحكمة الاتحادية قرارها بات وملزم للسلطات كافة. اليوم شفناها ببعض الصفحات أنه رئيس البرلمان خرق، هذا خرق. يعني من يقول للسلطات كافة، يعني أنت يا سلطة تنفيذية رئيس جمهورية ورئيس مجلس وزراء لازم تلتزمون بقرارة المحكمة الاتحادية. إحنا لو نريد نكرس مبدأ الفصل بين السلطات اللي جاءت به الدستور مادة 47 اللي كرست وحرصت على مبدأ الفصل بين السلطات، سلطة قضائية، سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية. لكن اللي تحدث به سيد الحلبوسي اللي تحدث به مال إنهاء العضوية النقاط الثلاثة. طيب أنا رح أضرب لك مثل والإخوان هنا يعني كل القصة عارفيها. المحكمة قبل أشهر أنهت عضوية النائب مشعان الجبوري. هم بقضية محكمة الاتحادية. نعم المحكمة الاتحادية ما اعترض السيد الحلبوسي. لا ما اعترض وصدر أمر نيابي، وبالعكس يعني اتخذ إجراءات ضد. أنت تقصد مشعان الجبوري؟ اي ضد مشعان الجبوري، اشتكى عليه قتيبة الجبوري وقال يابا انه هاي شهادة، مع العلم انه شهادة بينت في لاحقا بانه بامر ديواني من رئاسة الوزراء والحكومة السورية بينوا بانه ما قدر يرجع السيد مشعان الجبوري. ما قدر يرجع، اكو اسباب يعني. هاي قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة للسلطات كافة وغير قابلة للطعن باي طرق من طرق الطعن. هسه اليوم